في واقعة صعبة النهاردة جدا قطعت قلبي لما عرفتها، حصلت في محافظة سوهاج وتحديدا في البليانة. حضانة كانت موجودة تحت مطعم زي ما بيتقال، والمطعم ده حصل فيه حريق. للأسف الحريق أدى إلى أن الدخان ينسحب وينزل عند الحضانة، فيؤدي الحضانة فوق والمطعم تحت، فطبعا المطعم تحت هيبقى في الأرض، فالدخان والحريق اللي حصل في المطعم أدى إلى أن الدخان ينبعث ويطلع عند الحضانة، فأصاب 3 رضع أو أطفال حديثي الولادة بالاختناق وتوفاهم الله، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب طبعا ويتقبلهم من الشهداء. قصة صعبة قوي، قصة صعبة قوي. اتقال ان في ماس كهربائي حصل في المطعم وادى الى الحريق، والحريق ادى لدخان، والدخان طلع فوق. ولما سألنا اكتشفنا انه هذه الحضانة مش تابعة للحكومة، مش تابعة لمستشفى حكومي، لكن هي حضانة خاصة، وطبعا النيابة الان بتجري تحقيقاتها. الدكتور عبد الفتاح سراج معنا على الهاتف. مساء الخير يا معالي المحافظ. اهلا، مساء الخير يا استاذ تامر وحضرتك والساده المشاهدين. البقاء والدوام لله طبعا حادثه صعبه، والثلاثه دول ولادنا، بنعزي اسرهم ونتمنى لهم الرحمه والمغفره. يا رب امين، وبنعزي المتوفين وبنتمنى السلامه للاربعه الاطفال اللي تم حجزهم في المستشفى. في 4 موجودين دلوقتي بيتم علاجهم. في 1 في مستشفى سوهاج العام و3 في مستشفى البليانه. كان برضو كانوا ضمن ال7 اللي كانوا موجودين فوق. بمجرد حدوث الحريق اللي حصل وامتداد الدخان الى الحضانات، الحمد لله قدرنا ان احنا نلحق الاربعه، والثلاثه حصل لهم عمليه اختناق وهو ده اللي ادى الى الوفاه. بنعزي اهاليهم وبتمنى السلامه للاطفال الاربعه. اللهم امين، ان شاء الله ربنا يردهم لاهاليهم سالمين غانمين ان شاء الله باذن الله. طبعا انا عارف انه النيابه الان بتحقق في الواقعه وفي كل ملابساتها، بس هي فكره انه الحضانه دي زي ما انا عرفت سعادتك انها مش حكوميه، حضانه خاصه. بالظبط، هي عياده خاصه. عياده فيها بالظبط كده، وفيها زي جزء فيه حضانات للاطفال. اللي ساعد على الاشتعال يا استاذ تامر ان في الغرفه اللي حصل فيها الاشتعال في العياده اللي فوق دي على طول فيها انابيب الاكسجين بتاعه الاطفال. هو ده اللي ساعد على الاشتعال. شكلنا لجنه، من مديرية التموين ومن مديرية العمل ومن المحافظة ومن الوحدة المحلية، تمام، علشان يبقى في تفتيش دولي وتفتيش عام على جميع المطاعم وجميع المقاهي عشان نتأكد من وصلات الغاز ومن سلامة الأنابيب ومن سلامة صحيح. ما هي القصة هنا يا سيادة المحافظ ليها شقين، الشق المتعلق بالمطاعم والمقاهي، وانت عارف حضرتك للأسف ان بعضهم، مش عايز اعمم، بس بعضهم الفكرة الامن الصناعي والامن المدني فيها يعني محتاج مراجعة، فده كويس ان حضرتك اشرت بالمراجعة والتحقيق في الكلام ده. رقم 2 هو فكرة برضو الحضانة، هو اي حد من حقه انه يعمل، مش ليها مواصفات ولازم تبقى معزولة بشكل كويس، ولازم يبقى فيها بعد عن مصادر التهديد زي النار او الحريق او السخونة او بالظبط. وزي ما حضرتك تفضلت هي لها مواصفات واشتراطات بيتم من خلال وزاره الصحه. ايوه، وبيتم الكشف عليها دوريا من خلال مديريه الصحه بالمحافظه. ولما احنا رجعنا موقف العياده دي لقيناها ان هي مرخص ليها بالفعل، ومفيش اي مخالفات بالنسبه لها. فهي بس الاشكاليه اللي انا يعني النهارده اتكلمت فيها معاهم، ان لازم نراجع اماكن هذه الحضانات واماكن هذه المستشفيات. صح، علشان ما تبقاش في اماكن تحتها مطعم. طبعا ده شيء مش يعني من حيث الملائمه ما ينفعش. بالتاكيد. نمره 2، لازم نراجع التهويه اللي موجوده بالنسبه لها. صح، لازم نراجع تخزين انابيب الاكسجين وانابيب الغاز وبقيه الاجهزه المستخدمه في هذه الحضانات. صح، يعني في مجموعه من التدابير اللي انا اتكلمت فيها النهارده اللي تكشفت عن هذه الواقعة. مظبوط، ولازم يبقى في مخرج للطوارئ آمن، وسرعة التعامل مع الأزمات اللي زي دي، يعني في النهاية إجراءات كتير تتحط علشان طبعا القضاء والقدر محدش يقدر يمنعه، لكن في النهاية علينا ان احنا نعمل احتياطاتنا والشغل بتاعنا. احنا النهاردة لما تكشفت هذه الحالة وبعض السلبيات اللي موجودة فيها،
عالجناها بالتوازي مع تحقيقات النيابه العامه، عشان تحقيقات النيابه العامه تمشي في الاجراء المسار القانوني، والمسار الاداري برضه ياخد اتجاهه فيما يتعلق بمراجعه كل هذه الحضانات والعيادات الخاصه غير المرخصه، يعني العياده دي كانت مرخصه، والمطاعم والكافيهات والاماكن دي، واللجنه دي هتبقى لجنه دائمه مشكله علشان تغطي كل المحافظه دوريا بصفه دوريه. صحيح، وانا طبعا انا متاكد ان انتوا هتقوموا بدوركم على المستوى الاداري بشكل ممتاز، وطبعا كل الاحترام للعمل في النيابه والتحقيقات، انا عارف انها هتتكشف عنها كل الحقائق، لكن انا بس برجو سيادتك برضو انه المحافظه تقف مع اهالي الاطفال المتوفيين، لانه مصابتهم كبيره ويستحقوا الدعم دلوقتي باي شكل هم يبقوا محتاجينه، سواء نفسي او مادي او كذا، فانا متاكد ان انتوا لن تتاخروا عنهم. يعني هو بص يا استاذ تامر، يعني طبعا اي شيء مادي لن يعوض الاسر عن ضحاياها كل تاكيد طبعا، لكن احنا بمجرد صدور قرارات النيابه احنا وجهنا لمديريه التضامن عشان تصرف التعويضات بالنسبه للمضارين، سواء من اسر الاطفال المتوفين او المصابين او حتى العياده والمطعم اذا كان هناك لهم اي حقوق. ده بالنسبه للشق المادي. الشق المعنوي احنا من اللحظه الاولى في تواصل من خلال اجهزه المحافظه، يعني اجهزه المحافظه بالكامل متواجده مع الاسر في البليانه ومع الطفل اللي اسرته موجوده في سوهاج، من خلال مديريه الصحه، يعني مديريه الصحه متواجده والوحده المحليه متواجده لتلبيه اي مطالب ليهم. ممتاز. فانا الشق المادي دوت مش احنا اللي، لا احنا معانا الشق المعنوي والشق النفسي واحنا مش متاخرين عنهم في اي حاجه. انا متاكد، انا عارف، بس لان بقول لحضرتك الواحد في الوقت المصيبه دي بعد الشر على الناس كلها بيبقى محتاج مليون ايد تطبطب عليه. لا احنا معاهم قلبا وقالبا ومش هنسيبهم، ونتمنى سرعه الشفاء للاطفال اللهم امين ويخرجوا لاهلهم ان شاء الله. اللهم امين. بشكرك شكرا جزيلا سياده المحافظ، وهنتابع مع سيادتك ان شاء الله النتائج بتاعه التحقيقات، سواء التي تجريها النيابه او اللجنة اللي حضرتك شكلتها في المحافظة، ومرة تانية ربنا يرحم الرضع الثلاث وربنا يشفي الأربعة التانيين إن شاء الله، ويرجعهم آمنين مشافين معافين بإذن الله إلى أسرهم وأهليهم، وربنا ما يوري حاجة وحشة في حبايبنا يا رب.